السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الجزء الثاني من شابتر 3، 2 feet 4 pose، قدمين 4 مخالب، من منهج ديسكفر اكتشف، منهج KG2. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين دي بداية page 47 أو صفحة 47، وإحنا كنا أنهينا الدرس اللي فات شرح page 46، والنهاردة هنبتدي page 47 وعنوانها The Fennec. The Fennec أو ثعلب الصحراء. The Fennec أو ثعلب الصحراء. The Fennec أو ثعلب الصحراء. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: Listen، استمع، as your teacher reads، بينما يقرأ المعلم، below، الكلمات أو الكلام المكتوب أسفل الصورة. Listen as your teacher reads below، استمع بينما يقرأ المعلم الكلام المكتوب أسفل الصورة. ودي صورة ثعلب الفانك أو the fennec. ولو كنت رحت حديقة الحيوان كنت هتشوفوه هناك، هو ثعلب صغير. واحنا النهاردة هنعرفكم أكتر عنه وهنتكلم عنه بشكل جميل، تابعوا معانا. أول حاجة مكتوبة أسفل الصورة: فينيكس، ثعالب الصحراء، نيد، تحتاج، فود، طعام، ووتر، ماء، air هواء، and و shelter المأوى. shelter المأوى. وهنا بيوضح لك ان ثعالب الصحراء بتحتاج المية والطعام والهواء والمأوى او اللي هو البيت بتاعها علشان تقدر تعيش. فنقولها مرة تاني: Phoenix need food, water, air and shelter. Phoenix ثعالب الصحراء need food, water, air and shelter. ثعالب الصحراء تحتاج إلى الطعام والماء والهواء والمأوى. ونقولها آخر مرة: Phoenix need food, water, air and shelter. Phoenix eat plants. الثعالب الصحراء تأكل النباتات. eat تأكل، plants النباتات. lizards السحالي. lizards السحالي، والمفرد بتاعها lizard أو سحلية. and insects والحشرات. insects حشرات، والمفرد بتاعها insect ومعناها حشرة. نقول مرة كمان: Phoenix ثعالب الصحراء eat تأكل، plants النباتات، lizards السحالي، and insects والحشرات. ونقولها مرة كمان: Phoenix eat plants, lizard and insects. ثعالب الصحراء تأكل النباتات والسحالي والحشرات. ونتنقل على الجملة اللي بعد كده: Phoenix ثعالب الصحراء live تعيش in في burrows الجحور under تحت sand dunes. sand بمعنى رمل أو رمال، dunes يعني كثبان. فهي بتعيش في الجحور، في الحتت اللي هي موجودة في الأرض أسفل. والساند ديونز أو الكثبان الرملية هي تجمعات رملية بشكل كبير. فينيكس ثعالب الفانك have لديها
big ears as أذنان كبيرة، وزي ما احنا شايفين هي عندها فعلا أذنان كبيرة. فينيكس، ثعالب الفانك أو ثعالب الصحراء، have لديها big ears، لديها أذنان كبيرة. وآخر والجملة اللي بعد كده، فينيكس ثعالب الفانك أو ثعالب الصحراء have لديها feet، أقدام cold تسمى paws، مخالب. فينيكس ثعالب الفانك أو ثعالب الصحراء have لديها feet، أقدام cold تسمى paws، مخالب. والجملة الأخيرة، فينيكس ثعالب الفانك كان تستطيع جمب، أن تقفز very high، very بمعنى جدا، وهاي عالي، يبقى very high يعني عالي جدا. فينيكس كان جمب very high، ثعالب الفانك أو ثعالب الصحراء تستطيع، اللي هي كان جمب very high، أن تقفز عاليا جدا. ونقول الجمل مرة واحدة كمان، ونقول الجمل مرة واحدة كمان. Phoenix need food, water, air and shelter. Phoenix eat plants, lizards and insects. Phoenix live in burrows under sand dunes. Phoenix have big ears. Phoenix have feet called paws. Phoenix can jump very high. وبكده نكون انهينا page 47. ونتنقل للpage اللي بعد كده. The eagle. The eagle أو النسر. النسر. The eagle. النسر. انتوا عارفين النسر يا أصحابي، اللي هو الطائر الكبير اللي قدامنا في الصورة ده، وهو طائر جارح. يعني ايه طائر جارح؟ يعني بياكل لحمة من الفرائس بتاعته اللي هو بيصطادها او اللي هو بيلاقيها ميتة على حسب المكان اللي هو فيه. قول ورايا، the eagle اللي هو النسر او النسر الذهبي زي ما بيقول عليه بعض الناس. والدايركشنز بتاع البيج دي، listen استمع، as your teacher reads below، بينما يقرأ المعلم المكتوب أسفل الصورة. ونتنقل للكلمات المكتوبة أسفل الصورة. زي ما احنا شايفين، eagles النسور need تحتاج food طعام، water مياه، air هواء، and shelter والمأوى. وزي ما واضح قدامنا يا حبايبي، إن الجملة الأولانية دي بتتكرر مع كل الحيوانات، فإحنا لازم نحفظ بالكتابة food يعني طعام، water يعني ماء، air يعني هواء، وshelter يعني مأوى، يعني مكان الناس أو الحيوانات أو الكائنات بتعيش فيه. ونقول الجملة دي مرة تانية، eagles النسور need تحتاج food طعام، water ماء، air هواء، and و shelter المأوى. Eagles need food, water, air, and shelter. والجملة اللي بعد منها، Eagles النسور eat تأكل meat اللحم from من small animals. small يعني صغير، و animals يعني حيوانات، small animals حيوانات صغيرة. ونقولها مرة تانية، eagles النسور eat تأكل meat اللحم from من small animals الحيوانات الصغيرة. ونقولها كمان مرة، eagles eat meat from small animals. Eagles النسور live تعيش in في nests أعشاش، والمفرد بتاعها nest وهو معناه عش. Eagles النسور live تعيش in في nests أعشاش. ونتنقل على السطر اللي بعد منها ومكتوب فيه، Eagles النسور
have لديها holes ثقوب أو خروم. holes بمعنى ثقوب أو خروم. for لأجل ears الأذان، هي عندها ثقوب في رأسها من الجنبين. الثقوب دي هي الودان بتاعتها يا أصحابي، ما عندهاش ودان كبيرة زي ثعلب الفانك اللي احنا زفانك اللي احنا كنا شفناه من شوية. لا، هي ما عندهاش أذنان في دماغها، هي عندها ثقوب في الجنبين بتوع دماغها. الثقوب دي هي الودان بتاعتها، هي الأذان اللي هي بتسمع بيها. والثقوب دي اسمها in English holes، يعني ثقوب أو خروم. ونقولها مرة كمان: eagles النسور have holes for ears، النسور لديها ثقوب للأذنان أو السمع. ونتنقل على السطر اللي بعد منها: the holes الثقوب are behind، موجودة خلف. behind خلف. its feathers ريشها. feathers يعني الريش. its feathers يعني ريش النسور. احنا خدنا في البيج اللي فاتت under يعني اسفل، وهنا في البيج دي بناخد behind يعني خلف. وزي ما احنا شايفين في الصورة، فعلا الثقوب مش باينة على رأس الطائر لأن هي موجودة تحت الريش بتاعه. The holes الثقوب are behind its feathers، موجودة خلف الريش الخاص بالنسور. The holes are behind its feathers، الثقوب موجودة خلف الريش الخاص بالنسور. وآخر جملة: eagles النسور have لديها two feet قدمين. eagles have two feet النسور لديها قدمين. وقبل ما نشرح آخر جزء، أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. ونرجع للبيج اللي فاتت ونوضح الكلمات المهمة فيها اللي لازم نحفظها. أول حاجة: food يعني طعام، water يعني ماء، air يعني هواء، shelter يعني مأوى. وما ننساش need يعني يحتاج، و and يعني و أو و و and يعني و. فباختصار كده الجملة الأولانية دي هتلاقوها ثابتة في كل الحيوانات، فلازم تحفظوها كلها، كل كلمة لوحديها بمعناها، علشان الكلمات دي مهمة. eat يأكل، plants نباتات، دول لازم يتحفظوا بالكتابة أيضا. lizard أو lizards السحالي، دي نعرفها، نعرف يعني إيه سحلية. السحلية يعني lizard. insect يعني حشرات، دي برضو نعرفها شفها، ولازم لما حد يكلمنا ويقول لنا معناها إيه insect نبقى عارفين إن insect يعني حشرة، والجمع بتاعها insects حشرات. live يعني يعيش، ودي لازم نحفظها بالكتابة. live يعني يعيش. burrows يعني جحور، ودي برضو كلمة نعرفها شفها، نبقى فاهمين يعني إيه burrows يعني جحور، والمفرد بتاعها burrow. burrow يعني جحر. under لازم تحفظ بالكتابة. under لازم تحفظ بالكتابة ومعناها أسفل. sand رمل أو رمال. dunes كثبان، ودي برضو كلمات نعرفها شفها، مش مفروض علينا نحفظها. have يمتلك أو لديه، ودي لازم تحفظ بالكتابة. have يمتلك أو لديه. big كبير، دي كلمة برضو لازم تحفظ بالكتابة. ears أذنان، ودي كلمة برضو لازم تحفظ بالكتابة. feet أقدام، كلمة مهمة تحفظ بالكتابة. cold تسمى، كلمة مهمة لازم تحفظ بالكتابة. hose مخالب، ودي كلمة مهمة لازم تحفظ بالكتابة. pose مخالب، كلمة مهمة لازم تحفظ بالكتابة. can يستطيع، كلمة مهمة لازم تحفظ بالكتابة. can يستطيع، كلمة مهمة لازم تحفظ بالكتابة. jump يقفز، لازم نعرفها حتى ولو شفها يعني ايه jump،
وفي ألعاب كتيرة بنلعبها وإحنا مع أصحابنا واسمها وبيتقال فيها كلمة جامب فلازم نبقى عارفينها. very جدا كلمة مهمة لازم نحفظها بالكتابة. هاي عالي لازم نبقى عارفين يعني إيه هاي عالي حتى لو ما حفظناهاش بالكتابة. والبيج الأخيرة في الدرس النهاردة نفس الكلمات needs food water air and shelter يحفظوا eat يأكل meat اللحم نعرفها شفها بس مش لازم نحفظها from من تحفظ بالكتابة small صغير تحفظ بالكتابة animals حيوان تحفظ بالكتابة live تحفظ بالكتابة nests أو أعشاش لازم نعرف يعني إيه نست يعني عش وجمعها نست أعشاش حتى لو ما حفظناهاش بالكتابة. have يمتلك أو لديه تحفظ الكتابة. holes ثقوب أو خروم لازم نبقى عارفين يعني إيه holes والمفرد بتاعها hole. ears أذنان أو آذان إحنا لازم نحفظها بالكتابة. for لأجل مش لازم نحفظها دلوقتي بس نبقى عارفين أي حاجة هنقول عليها فور تبقى لأجل أو لكي. الثقوب the holes are behind خلف لازم تحفظ بالكتابة. behind خلف لازم تحفظ بالكتابة. its feathers ريشها و feathers ريش دي كلمة جديدة حتى لو هنعرفها شفها بس المهم إن احنا نبقى عارفينها. feathers يعني ريش. eagle يعني نسور لازم تحفظ حتى لو شفها. و phoenix يعني ثعالب الفرنج لازم نحفظها أيضا. وآخر حاجة two اثنين لازم نحفظها برضو بالكتابة. و feet أقدام لازم نحفظها بالكتابة. وفي نهاية درس النهاردة مش عايزين ننسى فقرة أصحابنا الشطار وفقرة أو فقرة لوحة الشرف، وعايزين نذكر فيها زياد أشطر واحد في أسرته، شاطر الجميل اللي بيتابع ورانا، عزام 6 سنين مش ناسيك يا عزام، خليك شاطر دايما علشان خاطر إن شاء الله تبقى أحسن واحد في الدنيا. سما انت طول عمرك شاطرة وهتبقي شاطرة طول ما انت بتذاكري ومتابعة معانا ان شاء الله. ريتاج اسم الجميل يا ريتاج زي اسم سما بالظبط، انتوا الاتنين ان شاء الله تبقوا احسن ناس في الدنيا. واخيرا صاحبي الصغير هيما، عايزك معايا كل درس يا هيما ان شاء الله، واتأكد ان شاء الله ان انت اشطر واحد في الدنيا. ما تنسوش تبعتولنا تعليقاتكو اسماءكو الشاطرين الحلوين اللي متابعين وحافظين معانا كل حاجة، وإن شاء الله تابعونا في الدرس اللي جاي. وفي الختام أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا، ولو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب، وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.